بكم إلى الحلقة الثانية من برنامج بيتنا، ونتحدث فيها عن الرضا عن النفس. يعتقد الكثيرون أن الرضا عن النفس يأتي بعد نجاحات عملية أو مهنية. البعض الآخر يرى أن الرضا عن النفس يتحقق بالغنى المادي أو بالشكل الخارجي، فبات الهوس بتأمين الجمال الخارجي الشغل الشاغل للمجتمعات الحديثة، سعياً منها لتحقيق ما تعتقد أنه الرضا. الجديد في الموضوع اقتراب تكافؤ النسب بين أعداد الرجال والسيدات، فبينما كانت النساء يشكلن السواد الأعظم لعمليات التجميل وبنسبة 95% مقابل 5% فقط للذكور، ارتفعت النسب في الأعوام الأخيرة لمن يخضعون لعمليات التجميل من الذكور إلى 40% مقابل 60% للإناث. وفيما تتراوح الفئة العمرية للرجال الأكثر إقبالاً على التجميل فوق 30 عاماً، إلا أنه في الوقت نفسه هناك زيادة في إقبال الشباب فوق 20 عاماً على عمليات البوتوكس والفيلرز واستخدام الليزر في إزالة الشعر. لا يختلف اثنان على أهمية جراحات التجميل عند الحاجة والترميم عند الضرورة، ولعل اختيار الطبيب والمستشفى لهما الدور الأساس في نجاح الإجراء الجراحي أو التجميلي، ومن ثم تحسن نسبة رضا المريض عن نفسه حال نجاحها. دينا الداودي بحثت في موضوع عمليات التجميل الأكثر شيوعاً في المنطقة، وأخذتنا رفقة كاميرا برنامج بيتنا إلى غرفة العمليات. أكثر العمليات اللي بنجريها كان بمركزنا أو حول العالم هي عملية شفط الدهون، وبالفترة الأخيرة طبعاً شفط مع نقل الدهون، لأنه تقنية نقل الدهون كمان حالياً عاملة ثورة بمجال عمليات التجميل. العمر بالنسبة لشفط الدهون أو يعني العمليات التجميلية بشكل عام لازم يكون بين 18 وال 55. بعد 18 لأنه هذا العمر هو العمر القانوني اللي الشخص بيقدر فيه يقرر إنه هو يعمل عملية تجميلية، وتحت ال 55 لأنه كمان النتائج والأمراض المرافقة بعد سن ال 55 بتحدد كثير نتائج العملية التجميلية. اللي قدمته تقنية نقل الدهون إنه سابقا كان يصير بس شفط للمناطق الغير مرغوبة، إزالة الدهون من المناطق غير المرغوبة. هلا الشيء الجديد إنه نحن صرنا فينا نعزز مناطق تانية، يعني نحن نكبر مناطق تانية الشخص بيرغب إنه يكون حجمها أكبر، وبنفس الوقت إنه منزيل الدهون غير المرغوبة، فهون بتكون الفائدة مضاعفة للمريض. وهاي التقنية فعلا خلت الناس أقبل أكثر بكثير على عمليات شفط ونقل الدهون. هلا إذا ما كانت الدهون كافية، في أشخاص ما بيكون عندهم كمية دهون كافية للنقل، فينا نستعمل في مواد فيلر، يعني هاد فيلر بيكون من طبيعة الجسم كمان ما له أثار جانبية، بس المشكلة فيه إنه فترته مؤقتة بتكون، يعني سنة ونص أو سنتين لازم ينعاد الحمل. أكيد نتيجة شفط الدهون بتكون دائمة إذا حافظ الشخص على وزنه بعد العملية. هلا في حال كان في زيادة للوزن بعد العملية طبعا راح ترجع الدهون، ممكن ترجع حتى بأماكن تانية غير الشعر. مارلين مونرو، داليدا، ومعهم سعاد حسني، نهايات محزنة جمعتهن جميعا. جمالهن لم يشفع لهن أو كان السبب أو الركيزة لرضاهن، فالجمال لم يضمن السعادة الزوجية ولا الاكتفاء العاطفي. وبلمحة خيال نستعرض فيها أعظم مقابلات نجمات العصر الحديث، نجد الدمعة أقرب إليهن عند السؤال هل أنت سعيدة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع وموضوعات أخرى في سياق البرنامج، يسعدني أن تكون معنا الأستاذة ريما الحلبي، استشارية التنمية البشرية ومدربة معتمدة في الطاقة الإيجابية. أهلا مدام ريما. أهلا وسهلا فيك. نورتينا. الله يخليك يا رب، نورك. أهلا وسهلا ريما. هل إجراء عملية تجميل ممكن يؤدي إلى الرضا عن النفس؟
نعم، ولكن بجزء بسيط جدا، لأنه الرضا الداخلي هو الأهم، هو اللي بيعكس لي السعادة، هو أساسا تعريف السعادة. كرمال هيك بتلاقي الأشخاص اللي بيلجأوا لعمليات تجميل مثلا مثل المشاهير، وبصير بعد الانتحار وما بيحسوا بهذا الرضا الداخلي، لأنه هني عم يبحثوا على الشيء الخارجي فقط. إحنا دائما بنقول أصلحوا ما في داخلكم يصلح ما حولكم. سعادة لازم ابحث عليها من جواتي مش بالشكل الخارجي وبس، هي مكمل للشكل لسعادتي الكلية ولكنها غير كافية. برأيك ريما، إمتى ياخذ الشخص القرار إنه عملية التجميل هتساعده في زيادة الرضا عن النفس؟ لما بيكون في حاجة لهيدا الشيء، يعني حاجة طبية لنقول مثلا، حاجة جسدية إني أنا أعمل هالشيء لتحقق الكمال الداخلي عندي، ولكن مش بس بشكل يعني أعمل العملية لإرضاء الجهة الجمالية عندي فقط. معك حق، ابقي معي ريما. ابتسامة نجمات هوليوود، قوام كيم كارداشيان، شعر كيد ميدلتون وشفتا أنجلينا جولي، مواصفات جمالية ساحرة بعيون الرجال، أغلبهم يتمنون الزواج من توأم لتلك النجمات أو من تشبههن، فيما يسعى البعض إلى تحويل زوجاتهم إلى نموذج للجمال المثالي من خلال مشرط جراح التجميل. فهل الرجل الشرقي بات أكثر تقبلاً للمرأة التي تجري تجميلاً لأنفها أو شفتيها؟ وما هي وجهة نظر الرجل في الهوس بعمليات التجميل مؤخراً؟ أنا طبعاً مع عمليات التجميل لما تتعمل تحت إشراف طبي. أنا طبيعتي بصراحة بحب البنت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بجمالها بشكلها كده، إن كيس إن في حاجة ميجور بقى اللي هي حاجة خرجت برة الطبيعي، ساعتها ممكن إن هي تلجأ لعملية تجميل أو كده. هلا أنا كتير بفكر إنه أعمل عملية لأنفي، بس اغلب الناس بيقولوا ما في داعي تعملي، بس انا نفسيا بحس لانه في داعي اعمل، حتى لما صور تاخذ الصوره اتجاه الصوره تعم تصورها، خلص هاي الموضه تجيل حاليا. انا معاه في حالي اذا كانت الفتاه محتاجه، يعني في تشوه، في مثلا تشوه خلقي، في شيء انه اللي محتاج يعني تجميل. ما بشوف اي شيء غلط لما البنت تعمل عمليه تجميل. اشوفها انها ضروريه اذا كان الشخص جدا محتاج لها، واذا كان في عيب خلقي او شيء يعني جدا ضروري بالنسبه للفتاه. انا مع عمليات التجميل اللي هي بتحسن تشويه او اي حادثه حصلت او كده، انا مع عمليات التجميل دي. انا مع، مش ضد التجميل، لكن لما بيكون بطريقه صح. للاسف هلا نحن التجميل اللي عم يصير هو موضه، هو نسخ اشكال عن بعض، يعني البنات صايره كلها شكل واحد. انا مع، طبيعه الحال انا مع، عشان انا عندي صديقات بالمانيا بيعملوا عمليه تجميل دي، يعني بلاحظ بأن في شخص يعزز شخصيتهم بعد العملية. أنا ما ضد، رح أقول لك كيف. ما إذا وحدة بحاجة، يعني نحن بنشوف هلا كتير اللي عندهم الوزن زايد، أوكي أنا ما لما أشوف إنه وحدة عم بتهتم بحالها. بصراحة أنا بحب الطبيعي، يعني حالاتها وملامحها طبيعية بدون أشياء زيادة. الجمال الطبيعي أحلى. بالنسبة للزوجة لو طلبت مني أنا مرضاش، لأن لو هي مش جميلة أنا مش هبص لها من البداية أصلاً. إذا في شيء أنا مضطر أعمله أو أنا حابه يكون وهو ما له أضرار عكسية عليها أكيد. أنا شايف الموضوع بقى عالي شوية، بقى زايد جدا. هي مش محتاجة عمليات تجميل، لو محتاجة أكيد ما عندي مشكلة، بس لما ما يكونش البني آدم أو المرأة بدهاش تجميل هي بس لأنه ستايل صار تجميل، لا برضى، بس إذا كانت محتاجة أكيد برضى. لا طبعا الطبيعي أحلى طبعا، أنا ضد جدا ومش هقبل إن زوجتي تعمل حاجة زي كده، لأنها الحمد لله طلعت جميلة. ريما، هل من الطبيعي الرجل يطلب من المرأة تغيير شكلها بعملية تجميل حتى يرضى عن زواجه؟ هلأ لا، مش من الطبيعي. الحب الصادق ما بيجي بالشكل الخارجي للمرأة بس، الحب الصادق أنا بتطلع على ذكائها، على الحنان اللي بتعطي المعاملة، هيدا هو اللي بيجي العلاقة الصحيحة. الشكل الخارجي شيء مؤقت رح يروح مع الوقت، قد ما غيرت بحالة رح يجي وقت أنا يعني حب أنه دائما التغيير في شريكة حياتي، ولكن الحب الداخلي الصادق هو اللي ببني عليه قاعدة حياتي الكاملة.
بتلاحظي مرات بعض الرجال ينتقد اللي بيعملوا عمليات تجميل، لكن بتلاقيه يعني بتلفت نظره اللي عامل عملية تجميل زيادة. أكيد، لأنه الجمال الله بيحبه يعني، ولكن مثل ما حكينا يعني الأول شيء بيلفت الرجل هو الشكل الخارجي للمرأة. كرمال هيك دائما بنطلب نحن من النساء ما تهمل حالة بعد الزواج، بالعكس اهتم بحالي وبهالصورة الحلوة لزوجي يعني أو لنفسي حتى، ولكن ما يكون هي الشيء الأساسي بحياتي. يعني مثل ما حكينا القاعدة الأساسية هي الحب، هي التعامل ما بين الشريكين والتفاهم والانسجام والتناغم اللي بيبنوا عليها حياتهم السعيدة. هل يحق للمرأة أنها أيضا تطلب من الرجل يعمل تجميل حتى يكون في نظرها أكثر جمالا وتتقبله أكثر؟ نعم، يعني مثلا ممكن ما نحكي بالتجميل، خلينا نقول مثلا ممكن بالرياضة، بالبودي بيلدينج، بالهي القصص اللي بتحبها المرأة وبيحبها الرجل كذلك، ولكن ما تكون هي الأساس، لأنه مش هي اللي رح تجيب لي السعادة والرضا الداخلي. الصورة الخارجية ما بتجيب الرضا الداخلي إجمالا يعني. وسط البحث عن الجمال والتجميل يتوه مشرط الجراح أحياناً ليخط مأساة في حياة بعض ممن كانوا يبحثون عن الجمال فيفاجؤون بنتيجة كارثية. يذهب الشخص ليحصل على رضا عن النفس زيادة شوي بعملية تجميل فيفاجأ بكارثة. شوفي سالي، الحصول على الكمال هو الأساس اللي بيخلي الشخص يدفعه للقيام بهذه العمليات التجميل. هلأ حلو أنا أضيف لشخصي أشياء بسيطة بعمليات التجميل، ولكن ما تزيد عن حدها. شعوري بالحصول على الكمال هو الخطأ، هو اللي عم بيسبب لي الاكتئاب وعم بيسبب لي حاجتي الدائمة لتحسين مظهري الخارجي. في قصة حلوة هون حابة أحكيها عن السعادة. ثلاثة من علماء الصين اتفقوا أنهم يخفوا السعادة عن الإنسان، فاقترح أول واحد أنه قال لهم تعالوا نخبي السعادة بأعماق البحار. قالوا له رفقاته أنه الإنسان ذكي، رح يغوص بأعماق البحار ويوجد السعادة. اقترح الثاني قال لهم خلينا نخفي السعادة بأعالي الجبال. نفس الشيء قالوا له رفقاته أنه الإنسان رح يضل يسعى ويسعى ليشوف السعادة بأعالي الجبال. اقترح الثالث قال لهم خلينا نخبي السعادة جوات الإنسان، لأنه الإنسان رح يبحث عن السعادة بكل مكان إلا بداخله. حلو أنه نطور بحالنا وحلو أني اهتم بشكل الخارجي، ولكن ما يكون هذا هدفي، ما يكون هو قاعدة السعادة. الرضا والتقبل لذاتي هو الطريق للسعادة والكمال. تشعري أحياناً أنه ركض الناس وراء الماديات، الخواء الفكري والروحي، يعني قلة الثقافة نوعاً ما، عدم الاهتمام بالمحيط، بالطبيعة، بالبيئة، ممكن يخلخل شوية الرضا عن النفس؟ طبعاً، لأنه هي عم تشغلني عن الغذاء الروحي اللي هو الأهم. أنا عم بغذي جسدي، عم بغذي الشكل الخارجي، عم برضي متطلبات الحياة، ولكن عم بنسى نفسي الروح الداخلية اللي هي لازم اهتم فيها بالدرجة الأولى، اللي رح تخليني كفي الحياة بالشكل الصحيح. شكراً ريما. شكراً لك. شكراً لاستضافتك سالي. عرضنا الكثير من الأفكار والطروحات فيما يتعلق بالرضا عن النفس، لنجد أن الرضا عن النفس يمكن الأشخاص من الترفه عن كل ما لا يناسبهم، وبالتالي يختارون الأفضل لهم، آخذين بعين الاعتبار أن عدم الرضا عن النفس ومجرد السخط عليها لا يغير من الواقع شيئاً، وإنما يؤثر على منهج الحياة بطريقة سلبية. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف الخطوات الصحيحة التي تزيد من شعوره بالرضا عن نفسه، ومنها الشعور بالنعمة، تقبل الذات كما هي، خاصة ما لا نستطيع تغييره كلون البشرة والعرق وغيرها، مسامحة النفس ومواجهتها بأخطائها. رابعاً، تجنب مقارنة النفس بالآخرين، البحث عن نقاط القوة في النفس، معرفة أن إرضاء الجميع أمراً مستحيلاً، ومعرفة كيفية حب الآخرين، وأن على الإنسان أن يحب نفسه أولاً، وأخيراً طلب المساعدة من المختصين حال الشعور بعدم الرضا عن النفس. برنامجنا انتهى، وانتظر تواصلكم واقتراحاتكم على قناة الليث على اليوتيوب. وإلى ذلك الحين أودعكم، وآمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.